مرحبا مجددا وإليكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي مرسوما أميريا بتعيين معالي حمد محمد الحر السويدي رئيسا لجهاز أبو ظبي للمحاسبة، كما وأصدر سموه مرسومين أميريين آخرين بتعيين معالي جاسم حمد بعتاب الزعابي رئيسا لمكتب اللجنة التنفيذية وعضوا بالمجلس التنفيذي، وتعيين معالي سعيد عيد الغفلي عضو المجلس التنفيذي رئيسا لهيئة أبو ظبي للإسكان. في هذا السياق أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين معالي جاسم حمد بعتاب الزعابي رئيسا للجنة التنفيذية. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس في دورته 13 ومعرض الدفاع البحري نافديكس 2017 في دورته 4. تقرير التالي يسلط الضوء أكثر على معرض آيدكس ونافديكس. تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس في دورته 13 ومعرض الدفاع البحري نافديكس 2017 في دورته 4 بحضور فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وذلك على أرض مركز أبو ظبي الوطني للمعارض. حضر مراسم الافتتاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله الكبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي. يشار إلى أن الدورة الحالية لمعرض آيدكس وهي 13 في تاريخه والرابعة لمعرض نافديكس ستشهد مشاركة ما يزيد على 1235 شركة محلية وعالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية مقارنة مع 1200 شركة في العام 2015 والتي تشكل نسبة زيادة تصل إلى 3%، كما ارتفع عدد الدول المشاركة لتصل إلى 57 دولة، الأمر الذي يشكل زيادة بنسبة 10% مع الدورة السابقة للمعرض. ومن المتوقع أن يستقبل معرضي آيدكس ونافديكس 2017 ما يزيد على 100,000 زائر متخصص من جميع أنحاء العالم، في حين ارتفعت المساحات الكلية لمنصات العروض في معرضي آيدكس ونافديكس لهذا العام لتصل مقارنة مع الدورة الماضية إلى 53,532 مترا مربعا، وبنسبة زيادة بلغت 5%. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلوا رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس ومعرض الدفاع البحري نافديكس 2017 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حضر مراسم الاستقبال سمو الشيوخ أولياء العهود ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء، إلى جانب عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والمسؤولين.
وقد رحب سموهما بضيوف الدولة من مدنيين وعسكريين، وفي مقدمتهم فخامة رستم نور علي من خانوف رئيس جمهورية تتارستان، وفخامة عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان. قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان وسام زايد من الطبقة الأولى، وذلك تقديرا من سموهما لمواقف البشير وجمهورية السودان الشقيقة تجاه القضايا العربية. تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقهما فخامة عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي آلية التدخل السريعة الجديدة التي تعرضها نمر للسيارات الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع الآليات العسكرية التابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية، إذ كشفت في المعرض عن هذه الفئة الجديدة من آليات التدخل السريعة التي صنعت استجابة لمتطلبات العمليات الخاصة. وقد أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إعجابهما بالصناعات الإماراتية التي يتم إنتاجها بأيدي وطنية متدربة وعالية الكفاءة. قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي بجولة تفقدية لعدد من أجنحة الدول العربية والأجنبية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017. وزار سموه في بداية جولته جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة وجناح جمهورية السودان، وأبدى سموه إعجابه بتنظيم المعرض ومشاركة معظم دول العالم ومن بينها دول عربية في هذا الحدث العالمي. تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي المركز الإعلامي في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس، والذي جهز بأحدث وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي لتمكين عشرات الإعلاميين والصحفيين العرب والأجانب الذين يغطون فعاليات المعرض من إيصال المعلومة والصورة إلى المؤسسات التي يمثلونها في دولهم بأقصى سرعة، نظرا لتطور الأجهزة التي وفرت لهم من خلال المركز المفتوح طوال مدة أيام المعرض. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان إزاحة الستار عن مدرعة ربدان، وهي آلية مشاة قتالية برمائية ذات دفع ثماني المطورة من قبل شركة الجسور، وهي مشروع مشترك بين شركة هيفي فيكل أندستيرز المملوكة لتوازن القابضة وأوتوكار الإمارات التابعة لشركة أوتوكار التركية، حيث تقوم الجسور بموجب اتفاقية خاصة بتصنيع الآليات في منشآت التصنيع القائمة بمجمع توازن الصناعي في العاصمة أبوظبي. وتم إزاحة الستار في جناح شركة توازن القابضة خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض الدفاع الدولي آيدكس 2017. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قاعة الاستقبالات التابعة لوزارة الدفاع في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس اليوم حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي معالي رستم إزموف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، الذي نقل إلى سموه تحية فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف، وقد تبادل سموه والضيف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.
زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شريقة اليوم منطقة الحمرية، حيث استقبل سموه لدى وصوله الديوان الأميري في الحمرية بحفاوة وترحيب أهالي المنطقة معربين عن فرحتهم بالزيارة، سائلين المولى عز وجل ينعم أو ينعم على سموه دوام الصحة والعافية. تأتي زيارة سموه إلى الحمرية في إطار حرصه على تفقد أحوال المواطنين واهتمامه الدائم ورعايته المستمرة لهم. كما وتفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شريقة قبل ظهر اليوم عددا من المشروعات الإدارية والخدمية خلال زيارته لمنطقة الحمرية. بدأ سموه جولته التفقدية بزيارة مبنى جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك، وفي لفتة كريمة من سموه أكد أنه سيكون هناك لقاء في القريب العاجل سيخصصه لأصحاب المزارع والصيادين ومربي المواشي، وسيقف سموه من خلاله على احتياجاتهم الفعلية وسيعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم. بهذه المناسبة تلقى سموه من رئيس جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك سيد سيف بن علي بن سمحة وأعضاء الجمعية درعا تذكاريا تثمينا وعرفانا منهم لدور سموه الكبير في دعم الجمعية وأنشطتها. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شريقة صباح اليوم استديوهات الحمرية التابعة لمؤسسة شريقة للفنون، وذلك في منطقة الحمرية. وكان في استقبال سموه عند وصوله إلى الاستديوهات كل من الشيخة حور بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة شريقة للفنون، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة شريقة للفنون، وعدد من المسؤولين ومدراء الجهات الحكومية. تجول صاحب السمو حاكم الشريقة في أروقة الاستديوهات التي تعد إحدى المساحات المعمارية الجديدة لمؤسسة شريقة للفنون، وتضم الاستديوهات مساحات مخصصة لعرض الأعمال الفنية وإقامة الأنشطة والفعاليات الخاصة بمؤسسة شريقة للفنون، وذلك تلبية للحاجة المتنامية والمتزايدة للجمهور ومتذوقي الفن. قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي واجب العزاء لأسرة وذوي شهيد الإنسانية والوطن جمع محمد عبد الله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية. عبر سمو خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في منطقة وادي الجور في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد. افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم فعالية الورشة الدولية الثامنة للمواد المتقدمة 2017، والتي ينظمها مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة. رحب سموه خلال افتتاحه بالورشة بالعلماء المشاركين، مؤكدا أن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة أولت رعايتها للعلم والعلماء وشجعت الباحثين على البحث العلمي في مختلف المجالات، لا سيما البحوث التي من شأنها إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية التي يواجهها العالم. ويشارك في الفعاليات التي تستمر حتى من 19 حتى 21 من فبراير الجاري في قاعة المؤتمرات في الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة نخبة من أفضل العلماء في العالم المتخصصين في المواد المتقدمة والنانو تكنولوجي. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن سليمان محمد الظهوري الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية إعادة الأمل والشرعية في اليمن الشقيق، والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن. أعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد البطل في مدينة دبل حصن بإمارة الشارقة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 6 لسنة 2017 بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي. حدد القرار مراحل تطبيق الضمان الصحي للمستفيدين والجهات المسؤولة عن إشراكهم وبدء تطبيق مراحل تطبيق الضمان الصحي. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي اليوم منتدى الريادة السنوي الخاص بجي بي مورغان شيس بنك الذي يصادف هذا العام الذكرى 10 على تأسيس مقرها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في فندق ميدان بدبي. التقط سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بحضور سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي الصور التذكارية مع المشاركين في المنتدى والذين يتجاوز عددهم 100 شخصية ريادية في مجال المال والأعمال من رؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين المصرفيين في المؤسسة. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي مواصلة حكومة دبي تطوير أسس العمل الاقتصادي التي أرست الإمارة قواعدها منذ عقود، بما يدعم الطموحات التنموية الكبيرة لكل القطاعات لا سيما القطاع المصرفي الذي يعد أحد الروافد المهمة للمنظومة الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم كامل من مركز دبي المالي العالمي بما يوفره المركز من مقومات تكفل النجاح لكل شركائه من مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال افتتاح سموه فرع بنك سنغافورة في مركز دبي المالي العالمي. التقى سمو الشيخ زع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كل على حدة معالي أرمن كيفوركيان وزير شؤون الرئاسة في جمهورية أرمينيا الصديقة وسعادة محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، وذلك على هامش زيارته لفعاليات معرضي ومؤتمري الدفاع الدولي آيدكس 2017 والدفاع البحري نافدكس 2017 في أرض المعارض في العاصمة أبوظبي. تناول اللقاءان العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة المغرب وأرمينيا. اعتبر سمو الشيخ زع بن زايد آل نهيان أن المشاركة الدولية الواسعة في معرض آيدكس هذا العام تدل على المكانة التي باتت تتبوأها العاصمة أبوظبي والإمارات عموما على المستوى العالم. أعلن اليوم في العاصمة أبوظبي وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزراء داخلية وممثلي 6 دول عربية ودولية، أعلن عن إقامة تحالف أمني يكون بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات. يضم كل من إيطاليا وإسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية إضافة للدولتين المؤسستين للحلف دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، ويتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لأمانته العامة. في هذا الصدد أكد سموه في كلمة له إن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية بعزم لا يلين لمواجهة الجريمة بكل أشكالها محليا وإقليميا ودوليا، وذلك إيمانا من قيادتها الحكيمة بأن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، مضيفا سموه أن التحديات الأمنية الجديدة باتت تحتاج إلى المزيد من التعاون الدولي والاستعداد الكافي لجميع التحديات والانتقال بالعمل الشرطي والأمني من حالة ردة الفعل إلى استباق الفعل. افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم معرض الدفاع البحري نافدكس 2017 والذي يقام على الرصيف البحري المقابل المنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017. وأكد سموه أن أجهزتنا الوطنية اكتسبت المزيد من التجارب والخبرات العملية لتنظيم المعارض الدولية المتخصصة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، مستلهمين ذلك من توجيهات وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تحقيق الريادة والصدارة عالمية. وأوضح سموه أن آيدكس ونافدكس يمثلان منصة مميزة للعديد من الشركات الوطنية والعالمية لعرض منتجاتها المتطورة والمبتكرة. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم معالي رستم إزيموف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان والذي يزور البلاد حاليا لحضور فعالية معرض الدفاع الدولي آيدكس 2017. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات وتعزيزها. حضر اللقاء سعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.
كما واستقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم مع علي أرمن كيفركيالا وزير الدولة لشؤون الرئاسة في جمهورية أرمينيا الذي يزور البلاد حاليا لحضور فعالية معرض الدفاع الدولي آيدكس 2017. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إرمينيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري بما يعود بالخير والمنفعة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. قدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس واجب العزاء لذوي شهيد الإنسانية جمعة محمد عبد الله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية. وعبر سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة وادي الجور في إمارة رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية. تم خلال اللقاء الذي عقد على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 في أبوظبي بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، مؤكدا سموه عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية. كما واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم علي إبراهيم أحمد غندور وزير خارجية السودان على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 في العاصمة أبوظبي. استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشان عدد من القضايا إضافة إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، شهدت اليوم العرض المصاحب لافتتاح معرض الدفاع الدولي آيدكس 2017 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. كما شهد العرض إلى جانب سموها عدد من الشيخات والقيادات النسائية أبدت سموها إعجابها بالعرض المصاحب لافتتاح المعرض والمشاركين فيه وما أبدوه من مهارة ومستوى أداء احترافي. ثمنت سموها جهود مختلف المؤسسات التي تشارك في إنجاح المعرض واللجان المنظمة له. أما الآن نظرة سريعة على تداولات أسواق المال العاملة لليوم. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.